بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. خدنا المرتين اللي فاتوا مقدمه عامه في اللاهوت المقارن، وخدنا دخلنا في بعض الخلافات اللي بيننا وبين اخواتنا البروتستانت. قلنا ان هما ما بيؤمنوش بالاسرار خالص، واهتمينا ان ندخل بالتفصيل في سر المعمودية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ عن التقليد، ان هما برضو لا يقبلوا التقليد ويقولوا ان مش هيلتزموا الا بالكتاب المقدس فقط، في حين أثبتنا من الكتاب المقدس نفسه أهمية التقليد. ما تشغلوش نفسكم بالكتب، ما بمشيش بالترتيب. النهاردة هناخد موضوع جديد، فكرة الصوم. فلوية بنت أو بعملي سايلانت، أنا نفسي عملت تليفوني كده قبل ما إخواتنا البروتستانت لا يرفضوا الصوم كمادة، ولكن يرفضوه إن ما يكونش معلن وما يكونش بمواعيد محددة، يكون بصورة فردية، كل واحد وقت ما يحب يصوم يصوم في أي وقت. وبيعتمدوا على كده ببعض آيات في الكتاب المقدس يساء فهمها أو يفسروها بطريقة يعني حسب فكرهم هم. فيقولوا إن ربنا يسوع المسيح أوصى إن يكون الصوم في الخفاء، متى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك وما تعرفش حد يعني. فهما كده بينفذوا كلام الكتاب. وهنا لا يميزوا بين الصوم الفردي اللي احنا برضو بنقبله والصوم الجماعي اللي احنا برضو بنقره حسب الكتاب معلمنا نفسه. حكاية في الخفاء دهيت، ربنا ما قالش على الصوم بس، قال متى صمتم، متى صليتم، متى صنعتم صدقة، قال متى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك. ده في الصلاة الفردية، لكن الصلاة الجماعية الكتاب نفسه علمنا ان في اوقات كتيرة الاباء الرسل كانوا بيجتمعوا يصلوا مع بعض، يقول بنفس واحدة. طب هل لما كانوا بيجتمعوا دي تنطبق عليها الخفاء؟ لا، دي صلاة جماعية. وبرضو لما في الصدقة، أما بيقول متى صنعت صدقة، لكن في وقت الكتاب نفسه يقول إن الجمع بيبقى علني. يعني لما جم يبنوا الهيكل زمان أيام داود النبي وسليمان كان في تجميع، وحتى خيمة الاجتماع جمعوا صدقات بصورة علنية، والناس لما كانت تقدم عشورها وتروح الهيكل المكان برضو بيبقى
مكشوفة. كان يقدموا العشور من المحاصيل ومن الغلال ومن كل حاجة. فده يفترق عن في حاجات عبادة فردية وفي عبادة إيه جماعية. الصوم الجماعي له أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. من أشهر الأمثلة أيام أستير لما حصل إن هيتعرضوا لمشكلة كبيرة فنادوا بصوم وصام شعب أستير كله. كانش في الخفاء بقى. أهل نينوى لما يونان دخل ونادى بالتوبة وإلا هيهلك الله المدينة فصام الشعب كله. وكان الصوم ده علني. في تحديدات للصوم. في نحمية يقول في اليوم 24 من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعليهم مسح وتراب. فده كان صوم محدد في وقت معين وفي نفس الوقت علني. يقيل يقول قدسوا صوما ونادوا باعتكاف. يعني بينادوا ان يصوموا في ميعاد معين والكل هيصوم. ففي تحديد في الميعاد وفي نفس الوقت ما كانش في الخفاء. في العهد الجديد يقول متى رفع العريس حينئذ يصومون. فصام الرسل مع بعض كلهم ما كانش في الخفاء. فإذا هو بيسيء الفهم وما بيميزوش سواء في الصلاة والصوم بينما هو فردي في علاقة خاصة بين الإنسان العبادة الفردية والعبادة الجماعية ويطبقوها بصورة خاطئة. يقول بقى لا يحكم عليكم أحد في أكل وشرب وغيره. ودي من الآيات برضو اللي بيستخدموها لما بيقول الرسول لا يحكم عليكم أحد في أكل وشرب. كلنا عارفين ان كان في بعض انواع من الأطعمة محرمة في العهد القديم. وبعدين بقت محللة في العهد الجديد. طب هو ربنا بيتغير؟ المبدأ بيتغير؟ لا. لكن في حاجات بتبقى رموز لحاجة. لما أحلت في العهد الجديد ارتبط الحل بيها بقبول الأمم، لأن كانت دي تشير لعدم قبول الأمم. مش كل الحيوانات تتاخد، ففي حيوانات طاهرة كانت تشير لشعب الله وفي حيوانات غير طاهرة دي كانت محرمة. في سلوكياتها كده ليها سلوكيات. كتاب دايما بيعلمنا كان يدي تشبيهات يقول كونوا حكماء كالحياة ودعاء كالحمام. ففي بعض الحيوانات ما كانتش تؤكل ودي كانت رمز لعدم قبول الأمم. لكن بعد الفداء ما تم صار الخلاص للجميع وبقى فيه قبول للأمم.
فإذن هي كانت بترمز لفترة معينة عدم قبول الأمم، لكن تم قبول الأمم، فهستمر ما كلش الحيوانات دي. ما هو الرمز خلاص الهدف منه تحقق، ودي بتتكرر في كتير من الطقوس على فكرة. لازم نفرق بين الطقوس اللي كانت بترمز لحاجة تحققت، وفي حاجات ممارسات طقسية ثابتة ملهاش علاقة برمز معين تحقق ولا لا. يعني ما بنيجي نقول في بعض حاجات طقسية أخرى نلتزم بيها موجودة في العهد القديم، حد يقول لنا طب ما الحيوانات بطلت احنا ليه نلتزم بديت، نقول له لأن ديت كان ترمز لكذا، لكن دي طقس عبادة وترتيب عبادة قائم بذاته زي ملابس الكهنوت ما زالت مستمرة، زي مذبح البخور. يعني الذبائح الدموية بطلت أو تحققت لأنها ترمز لذبيحة السيد المسيح له المجد، كلها على بعضها ذبيحة محرقة، ذبيحة خطية، ذبيحة اسم، هو كان كل دي كلها بتصب وتشير له عليه، تحققت فخلاص مش محتاجة أقدم ذبيحة الذبيحة دي. لكن البخور، ذبيحة البخور دي ذبيحة قائمة بذاتها فتستمر، ذبيحة زي ذبيحة السلام اللي هي الذبيحة اللي الناس بتعملها للفقراء وكده مستمر، ما زال في ناس لغاية دلوقتي بتعمل ذبايح نظرات وكده، دي اسمها ذبيحة ايه؟ سلامة، ما هيش ذبيحة خطية ولا ذبيحة اسم ولا ذبيحة محرقة. ففي حاجات محتاجة فهم سليم عشان نعرف ايه المقصود بيها، لان الله لا يتغير. يجي يقول اعتراض، يقولوا طب ليه نصوم نباتي بس، ده الكتاب بيقول لا يحكم أحد عليكم فأكل وشرب، ويقول يأتي قوم يرتد قوم عن الإيمان تبعين أرواح مضلة وتعليم شياطين منعين عن الزواج وأمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر. معلمنا بولس الرسول فنرد أولا إن في الصوم ده مش تحريم، إحنا ما بنحرمش بعض الأطعمة، إحنا بنصوم تعبدا ونسكا لوقت معين، وقت الصوم ما ناكلهاش، لكن في وقت تاني بناكلها لأنها مش محرمة، بس في ده عبادة، لأن الصوم شقين، إن نصوم فترة انقطاعي من غير أكل خالص، وبعد كده لما أجي آكل باكل طعام نباتي، وده بيتم في فترة الصوم بس، فدي لا ينطبق عليها ان مانعين عن أطعمة قد خلقها الله، احنا ما بنحرمهاش، ولكن بتكون دي فترة ممارسات نسكية لفترة الصوم لوقت محدد. قلنا طب ليه بتمنعوا اللحوم وكده؟ إن ده الوضع الطبيعي اللي ربنا خلق عليه الإنسان. لما خلق آدم قال له من جميع شجرة الجنة تأكل، وما كانش يأكل اللحوم خالص، وفضلت البشرية كده لغاية أيام نوح لبعض الطوفان، بعد الطوفان سمح بأكل اللحم والحيوانات، حتى
دانيال هو الثلاث فتية لما صاموا وضع في قلبه قال ألا يتنجس بأطايب الملك ولا خمر مشروبه. فقال لهم طب هتاكلوا ايه؟ قالوا ادونا قطاني اللي هو حاجات بقوليات. فإذا ده نظام الصوم حتى في العهد القديم. ربنا نفسه لما قاد شعبه في الخروج من أرض مصر وجي يديهم طعام ياكلوا اداهم في الأول المن وفضلوا ياكلوا من وبعدين تذمروا وحاشتهم الايه؟ اللحم. فاداهم السلوى اللي هي الطيور اللي زي السمان زي السمان لكن ضربهم قدمهم عشان كده مات منهم كتير وسموه قبور الشهوة قبروت هتهوى أي قبور الشهوة إن هناك اشتهوا اللحم. فإذا المبدأ الصوم النباتي مبدأ كتابي. وحتى إحنا لما بنيجي مش بناخده كده وبس عشان لا ده إحنا ممكن نتفهم بالعقل اللي ربنا ادهولنا حكمة ربنا إيه إن يخلينا كده في الصوم. اللي بيدرسوا في السلوك الكائنات الحية يلاحظوا إن في علاقة قوية بين الطعام والسلوك على مستوى الحيوان والإنسان. تلاقوا كل الحيوانات اللي بتاكل لحوم فيها شراسة، كل الحيوانات اللي عايشة على النباتات أليفة، وده غير مرتبط بالقوة. خلي بال يعني القط ممكن ياكل الحيوانات لكن ما هوش قوي قوي يعني، لكن ممكن فيه شراسة. وهكذا بعض الحيوانات تلاقوا مثلا حيوان زي الفيل ضخم وقوي الزلومة بتاعته دي فيها عضلات لو لفها على أسد ممكن يجيبوا اتنين وضغط عليه. من ناحية القوة قوي، ورغم كده ممكن طفل صغير يركب عليه ويتنطط ويمشي ما يزيش. تلاقوا الطور ممكن يجر ساقية وغيره لكن ما يفترسش. ما ياكلش اللحوم. حتى في البشر تلاقوا سلوكيات الشعوب بتتأثر بالطعام. تلاقوا شعب زي الشعب الفرنسي يعيش على الخرفان أكتر من الخنزير. تبص تلاقوا شعب مرهف في الحس أكتر، يعني الفرنسويين مشهورين يعني بالذوق الرفيع حساسين. تلاقوا شعب زي الشعب الإنجليزي يعني اشتهر بأكل لحم الخنزير كتير قوي.
يقول لك يا عند برود انجليزي تلاقي عشان كده تلاقي الشعب الفرنسي اشتهر بالادب والفلسفه اكتر. الشعب الانجليزي اشتهر بالجراحه، يقول لك برود اعصاب يضربوا بيه المثل، ولا جراح بريطاني، يعني الجراحين لازم يكونوا ايه اعصابهم شديده قويه ما يتاثروش، دي من ضمن مؤهلاتهم. عشان كده في تقاليد الكنيسه عندنا كان في فئات ممنوعه من الكهنوت، ما ينفعش يترسموا كهنة، من ضمنها الحلاق والجزار والطبيب، ما كانوش يترسموا كهنة خالص. ليه؟ كان كله بيمسك سلاح ويقطع في الكائن الحي. دلوقتي بنسمح برسامة أطباء تجوزا. ليه بقى؟ لأن كان الطبيب زمان شروة، يعني مفيش تخصص، كله على بعض، وما كانش فيه بنك، فكان كل الأطباء جراحين، وما زال لغاية دلوقتي البكالوريوس يقول طب وجراحة. يعني الجراحة دي حاجة أساسية في الطب، لكن بقى في تخصصات وبقى في بنج دلوقتي، يعني لما يجي يستخدم المشرط بيبقى عارف المريض مش حاسس. لكن كان زمان قبل ما بيبقى في بنج كان المريض يبقى حاسس ويصرخ ويتألم، فعشان كده كانوا يكتفوه. أما كانوا بيعملوا جراحة زمان مفيش بنج، فيمسكوا المريض يكتفوه بحبال ويخلوا الناس على طاولة كده، يعني ايه يمسكوه. حتى في حكاية كده كان يحكوها زي يعني في بعض الروايات، كان واحد من الشخصيات القوية شوية راح محتاج ان هيتعمل له جراحة، وطبعا ما فيش بنج، فجابوا شوية ناس كده عشان يمسكوا، فالراجل قال له عيب يا دكتور اشتغل، يعني غير ما حد يمسكه يعني ايه هيستحمل يعني. فانه يقرب بالمشرط واحد بيحس، مش كل واحد بيقدر على كده ما لم يكن أعصابه إيه بردة شوية أو كتير. قدر ما بيكون أعصابه بردة بقدر ما بيكون جراح شاطر وناجح، يعني لأن لو أعصابه اتأثر بتأوه المريض وهز إيده ممكن يخرب الدنيا يعني. فعايز أقول الشعب البريطاني اشتهر بكده برضو، طبيعة الأكل يقال هذا يعني إن بتأثر. فهنا حكمة الصوم إن إحنا ما بنمتنع عن الحاجات الحيوانية اللي هي لا يؤثر في قوة الإنسان، بل بالعكس يمكن الطعام النباتي يدي صحة وقوة أكتر، لكن الطباع بتختلف، بيهدي طباع الإنسان ولا يؤثر على قوته من كل النواحي. فحتى يعني وضع الكنيسة يتماشى مع الواقع العلمي والطبيعي. غير ان قلنا قبل كده
إن ربنا أعطى الكنيسة السلطة التشريعية. أما قال للآباء الرسل كل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، ما حرمتموه يكون محروما في السماء. يعني من حق الكنيسة أنها تنظم أوقات للصوم الجماعي، تحدد درجته، وده وضع كتابي. ده بالنسبة للصوم كنقطة خلاف بتركيز بيننا وبين اخواتنا البروتستانت. هنخلي الأسئلة للآخر، لو في حد عنده سؤال اكتبيه وأحاول أخلص بدري شوية وندي فرصة للأسئلة. هنتكلم عن موضوع تاني صغير، الحكم الألفي، وده عند بعض الطوائف البروتستانتية. احنا قلنا البروتستانت كتار قوي، لو سألتوني البروتستانت كان طائفة داخلية النهاردة أقول لكم ما أعرفش. في بعضهم يقتنعوا بفكرة الحكم الألفي. إيه الحكم الألفي دي؟ يقولوا إن السيد المسيح سيأتي ويملك 1000 سنة. طيب جابوا الكلام ده منين؟ يعتمدوا على نص واحد لم يرد إلا في سفر الرؤيا في الإصحاح 20. يقول إيه؟ سمع صوت، رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. ثم متى يقول تاني بعد كده، ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم. دي ما جاتش غير في سفر الايه؟ الرؤيا. ويروحوا رابطين اللي ورد في سفر الرؤيا دوت باللي جه في سفر أشعياء. أما بيقول يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجد ويلعب الرضيع مع سرب الصل ويمد الفطيم يده على حجر الإفعوان، لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب. ويقول أيضا في أشعياء 2:4، فيتبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. يقولوا أهو دي بقى هتتم إمتى؟ في 1000 سنة. طب إيه حكاية 1000 سنة اللي وردت في سفر الرؤيا؟ قبل ما ندخل فيها
كل آيات الكتاب بلا استثناء لم تتكلم عن مجيء السيد المسيح إلا المجيء الذي يأتي في انقضاء العالم ويكون للدينونة. وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان، واللي يأتي في ليدين الأحياء والأموات. أنا آتي وأجرتي معي لأجازي كل واحد حسب أعماله. يقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد، فيرسل ملائكة بوق عظيم الصوت فيجمعون مختارين من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. وفي متى يقول متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. حتى في الأمثال اللي ادانا، سواء في مثل الخمسة العذارى، العشر عذارى، الحكيمات والجاهلات، وفي الوزنات، أما يقولوا ربنا ربنا افتح لنا، خلاص أغلق الباب. وفي الوزنات إشارة صريحة للدينونة، اللي ربحه بالوزنات يقول نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. والباقيين اللي اطرحوهم في الظلمة الفريدية، وفي إنجيل معلمنا يوحنا يقول سيأتي ساعة فيها يسمع كل الذين في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ده كله بيتكلم على المجيء الثاني، إنه هيكون مجيء للدينونة. لم يتحدث الكتاب قط عن مجيء لحكم ألف خالص، وإلا كده هيكون ثلاث مجيئات: مجيء الأول في الجسد، مجيء يحكم، وبعد كده إيه؟ مجيء الدينونة. يقول إنه هيجي يحكم ألف سنة، وبعد كده يحصل الضلالة الكبيرة بقى والارتداد. الله، هل ده منطقي؟ طب ده الكتاب نفسه يقول لا يكون لملكه انقضاء، يملك إلى الأبد. طب ازاي يجي وبعد كده الملك ده يرتد؟ يعني مش منطقي. وبعدين هيملك على ايه؟ على الارض. ده هو نفسه اعلن مملكتي ليست من هذا العالم. وفي التجربة على الجبل لما الشيطان قال له اعطيك ممالك الايه؟ الارض، رفض. إن مملكته ليست من هذا العالم.
امال ايه الكلام ده؟ واذا كان كده ايه معنى حكايه الالف سنه اللي جت في سفر الرؤيا ده؟ هي نشوفها بهدوء. يقول رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين حي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة. متى تقيد الشيطان؟ على الصليب، لأنه متى ملك المسيح؟ على الصليب. نقول الرب ملك على خشبة، مش بنقول كده في المزمور؟ عشان كده هو داخل الأورشليم، مبارك مبارك يا مملكة أبينا داود، الرب ملك على خشبة. عشان كده حتى في صلاة الساعة السادسة تلاقوا كلام كتير على الرب قد ملك ولبس الجلالة، لبس الرب القوة. ده في مزامير الساعة السادسة. وعيد الصليب بنتغنى فيه باللحن الشعانيني اللي هو لحن الملك، زي ما دخل أورشليم في أحد الزعف كملك، فبنصلي لحن الملك اللي هو الشعانين، وصلنا في النيتش وهكذا يعني. في عيد الصليب نصلي باللحن ده نفسه، إيفوليتين بيفستافروس، نفس لحن شعانين. طب ليه؟ لأن الصليب هو العرش. الرب ملك على خشبة، على خشبة الصليب، وقيد الشيطان بالصليب. وأنا حكيت لكم الحكاية دي السنة اللي فاتت في سنة أولى في المرحلة الأولى في أعداد خدام، إزاي في الصليب صار هو علامة القوة بالنسبة لنا والفخر، لأن الرب داس الموت وقيد الشيطان بالصليب. ولا يكون لملكه انقضاء، ملك ولا يكون لملكه انقضاء. طب ايه حكاية الالف سنة ديت؟ اللي فيها هيحل الشيطان من سجنه. يقول حتى تتم الألف سنة، بعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. يرجع يقول متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم. إذن في ألف سنة وبعد كده الشيطان اتقيد، وبعد كده ألف سنة ويحل. معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى تسالونيكي بيتكلم عن مجيء التاني للسيد المسيح، فبيقول فإنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا،
ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. كتاب يوصف في فطرة نهاية الأيام إلى الشيطان يقوم على المؤمنين ليضل ولو أمكن المختارين أيضا، على إنسان خطيئة اللي هو الدجال يعود معلمنا بالرسل يأتي بكل خديعة الاسم في الهالكين ليضل ولو أمكن المختارين أيضا. إمتى الكلام ده كله؟ هيكون في الفترة اللي هيظهر فيها الدجال، يأتي بكل عمل الشيطان. والفترة دي هتكون قبيل المجيء الثاني. ربنا يسمح ان يعطيه زمانا يسيرا، خلاص زمان قرب فبيوسع له فرصته. هات اخر ما عندك، هات آخر إيه؟ آخر ما عندك. طيب إمتى الحكاية ده هي؟ ده هنا بيقول بعد 1000 سنة. طب زنقك إحنا بنقول الرب ملك إمتى؟ على الصليب. طب عد على الموضوع ده قد إيه دلوقتي؟ أكتر من 2000 سنة. طب ده هنا بيقول 1000 سنة، ما هنا بقى حكمة ربنا إن الفترة ما بين ملك المسيح له المجد على الصليب إلى الوقت اللي هي يفك الشيطان شوية من سجنه فترة يريد أن تكون غير معلومة للبشر، فادها عدد أو رقم رمزي من أعداد الكمال، من أعداد الكمال زي 10 و100 وكده يعني، فغلفها بعدد رمزي، مش 1000 بالضبط، لا غلفها بعدد من أعداد الكمال، لكن هي فترة عدد رمزي من بداية صلب المسيح لغاية قبيل المجيء الثاني. لكن هل هي 1000 سنة؟ لا، هو يريد أن تكون غير معلومة فادها هذا الرقم الرمزي. نقول اشمعنى 1000 سنة؟ ده احنا كبشر بنستخدم التعبيرات دهيت، بنستخدم أرقام الكمال لما نحب نشير لتأكيد حاجة، زي واحد يقول لك 100 مرة قلت لك كذا، هل بيكون قال له 100 مرة؟ مش بتحصل كتير. 1000 مرة قلت لك كذا، حتى في لغتنا العدد ده بنستخدم مش بالمعنى الحرفي ليه،
ولكن بالمعنى الرمزي إشارة إني يعني قلت لك كتير قوي 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 100 مرة، وحين يقولوا 10 مرات كل ما يحبوا يزيدوا 1000 مرة 1000000 مرة كلها مضاعفات رقم 10 و100، وما بتتقالش بس لما يكون واحد متضايق من حد يقول له 100 مرة قلت لك، ده حتى لما يكون حاجة كويسة. كلكم في أي منطقة شعبية كده يكون في فرح شغال ولا حاجة، والناس اللي بتقف تنقط، يفضل يقف يقول فلان الفلان فلان فلان 1000 مرة 1000 مرة. اشمعنى 1000؟ هل هو 1000؟ لا، يعني عايز يقول يعني ايه؟ معروف لغة بشرية معروفة ان دي اشارة، مش شرط الالف بذاتها، لكن يعني حاجة مدة معينة، حاجة كبيرة قوي. فهنا بحكمة الله ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب سلطانه. حكمة ربنا أن احنا ما نعرفش الأزمنة والأوقات بالضبط، فحجب هذه المدة عنا، لكن لفت انتباهنا ليها في مدة هتكون ما بين مجيئه الأول وصلبه وبين المرحلة الأخيرة اللي هيفك الشيطان شوية من سجنه. المدة دي قد إيه ملكوش دعوة بيها، بس أنا بعرفك هو صدقت فقلت لكم. فالمدة دي غلفت برقم إيه؟ 1000 سنة. هو نفس الكتاب يقول يوم عند الله كـ1000 سنة و1000 سنة كيوم، يعني هو اللي حط المبدأ إن ممكن الأرقام دي رمزية. ويشاء الله في هذه الفترة بقى، هتقول يعني كده ملك ربنا هينتهي أبدا أبدا أبدا، لأن ليس لملكه انقضاء. قل ثقوا في العالم سيكون لكم ضيق، صحيح في الفترة دي ستكون ضيقة عظيمة لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقة، سيكون ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الغلبة هتكون لي. فهو خرج غالبا ولكي يغلب، ولكن دي بقى قبل النهاية، قبل الشوط الأخير ما ينتهي. تعرفين بصفة عامة لما يجوا يذبحوا طائر كده، أي طائر، ويكون خلاص هيلفظ أنفاسه الأخيرة، تلاقيه يقفز قفزات وهو بفضعه الطبيعي ما يعملهاش، بكل قوة كده إيه يندفع. ده لما يكون في فريق رياضي أو حلبة مصارعة أو ماتش كورة وحد مهزوم كده وفي الدقائق الأخيرة تبص تلاقوا بيجي طاقة غير عادية باستماتة، يحاول إيه أن يعوض الخسارة أو يعني يقللها. فالله قوي. الحرب مش معانا احنا،
حرب مع المسيح له المجد، لكنه خرج غالبا ولكي يغلب. زي واحد قوي كده فيقول للتاني هات اخر ما عندك. عارف لما يكون حتى التيم بيخانق يقول له طب لو جدع بقى اطلع لي بره، طب مش عارف يفضل يتحجج بالايه، يتحجج طب تعالى هنا. فربنا بيدي الشيطان فرصته، هات اخر ايه ما عندك. وبحكمته الإلهية زي ما هيسمح للشيطان إن يحل من سجنه قليلا، عمل توازن. أولا قصر المدة، يقول لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد. فهو على قد احتمال ولاده يقول لقبل المختارين يقصر تلك الأيام، فعملها على القد. يعني هو ضابط الكل برضه، عملها على القد. وبعدين أبقى للكنيسة شخصيتين قويتين جدا ليقودوا المؤمنين في تلك الفترة، وهما أخنوخ وإيليا. عارفين احنا شخصية إيليا يمكن أكتر شوية. يقول يا أما أتكلم على يوحنا يأتي بروح إيليا وبقوة إيليا، له قوة روحية حي هو الله الذي أنا واقف أمامه، وأنه لا يكون طل ولا ماء إلا عند قولي. هم طلع له القوات الخمسين وخمسين يقول له كنت أنا رجل الله تنزل نار من السماء وتأكلك أنت والذين معك. والموضوع ده جه بالتفصيل عنه في رؤية 11، الشيخان اللي هيصنع الدجال حرب معهم ويموتهم. المهم يا أولاد احنا خرجنا شوية يعني اديتكم بالتفصيل عن اللي ايه اللي مطلوب منكم، لكن الملك الألفي دوت مش بالصورة اللي بيعرضها البروتستانت خالص، انه مش هيجي ويملك على الأرض 1000 سنة وبعد ايه معناتها. ولكن المقصود بيه زي ما قلتلكوا فترة احنا عايشينها بالفعل دلوقتي، احنا عايشين في 1000 سنة اللي هي من ساعة المسيح له المجد ما صلب على الصليب وتستمر لغاية قبيل المجيء الثاني، وتكون في الفترة التي يستعلن فيها الأسير. امتى يستعلن؟ متى رفع الذي يحجز الآن، حينئذ يستعلن. يعني في حاجز، ربنا حاجز قوة الشيطان. أما يرفع الحاجز زي يستعلن الأسين. إيه هو الحاجز؟ قد يكون النعمة. لكن هي الفطرة اللي قلنا عليها ده هي، فليس ملقا أرضيا ولكن فترة تبدأ من صلب المسيح إلى قبيل المجيء الثاني، ولا سيما في الفترة التي يستعلن فيها الأسيم اللي هو الدجال.
أنا هكتفي بهذا القدر، هيتبقى لنا كذا موضوع هنأجلهم لبعد المحاضرة القادمة. المحاضرة القادمة أؤكد وأكرر هتكون هي أهم محاضرة، أو هيكونوا محاضرتين في بعض. سيغلق الباب فيها، هيبقى في اتجاه. بعد غلق الباب محدش هيدخل، لو حد خرج مش هيرجع تاني. أتمنى الكل يبقى حاضر وما يغيبش، وإحنا قلنا قبليها بوقت كافي، هو عشان يعني إيه ترتبوا نفسيكوا على كده. هنقول بعض الأسئلة. هل الحكم الألفي بهذا الشكل يكرس بمجيء المسيح الدجال وكأنهم يهيئون الطريق حتى حيث يأتي يقولون هذا هو المسيح؟ أنا مش فاهم السؤال. يا ريت صاحب السؤال أو صاحب السؤال تكتبه بطريقة واضحة شوية. ليه ما فيش شمامسة بنات؟ في بنات كتير حافظين كويس، هل ينفع تقصير ان قصة ترشم شماسات؟ منذ بدء الخليقة والكهنوت اختص بالرب. دي وظيفة لا علاقة لها بأي بركة أخرى. يتساوى الرجل والمرأة في كل استحقاقات الخلاص وفي ميراث الملكوت، ولكن دي الكهنوت فروق وظيفية، لأن ليس كل الرجال كهنة أيضا. ما هو مش كل الرجال بيترسموا كهنة. ربنا لما اختار تلاميذه اختار يعني تلاميذ 12 و70 رسول، ما اختارش سيدات، مع ان كان في نساء بيخدموه وكويسين. هل من المفروض أن أهتم بعلامات القيامة وقرب مجيء السيد المسيح، أم أن هذا ليس يهم؟ لأن في اعتقادي أن يوم القيامة هو يوم الموت يعني بالنسبة للإنسان، فلذلك لابد أن أهتم بحياة الروحية دون الاهتمام بيوم القيامة وعلاماته، لأن عندما يأتي يوم موتي سوف أنفصل عن العالم ولا أشعر بعلامات المجيء الثاني إلا عند المجيء الثاني يحدث في الفعل. الكلام ده مظبوط طبعا، لأن أنا في حياتي الخاصة أشغل نفسي ليه؟ ماذا يدفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا ممكن أموت دلوقتي فأهتم خلاص نفسي دلوقتي. لكن احنا بنقوله في الكنيسة عشان ما ننخدعش، فنبقى عارفين ونهيئ أولادنا عشان لما يجي في أيامهم يحصل كده يبقوا مهيئين. وبيحصل كده بصورة مصغرة، ما
ده القديس يوحنا يقول سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن للمسيح أضداد كثيرون. يعني كل اللي هيحصل بيحصل بصورة مصغرة، فمن اللائق أن نهيئ نفسنا دايما لهذا الأمر. ما الفرق بين الجحيم وجهنم؟ وهل هو عقاب مادي مثل ما يتمثل في النار سرير أنستان؟ الجحيم اللي هو مكان الانتظار، جهنم هو المكان الأبدي بقى اللي هيستمر فيه اللي في الجحيم. هل هو مادي؟ مادي روحي هيكون في جهنم، لأن الإنسان هيقوم في الجسد وهينال ما صنع في الجسد خيرا كان أم شرا. هل يحل لنا كمسيحيين أكل لحم الجمل أم لا؟ كل الأشياء تحل لي، كل واحد ونفسه بقى. كتب مادة اللاهوت المقارن نجيبها منين؟ اسأله أبونا مينا. لماذا الحلاق لا يرسم أب كاهن مع أنه لا يقتل أحد ولا يؤذي أحد؟ هو احنا بنقولها مش عشان هو وحش، المهنة بتأثر على السلوك أحيانا. الجزار لما قالوا الجزار والحلاق يقول لك بتأثر على السلوك، حتى في الكلام الشعبي ده يقول لك ده مش عارف ده ايه كده. في حد يقول لك ده تيلك ده مش عارف ده ايه ده، يعني دون ان يدري الانسان بيتأثر شويه بطبيعه المهنه بتاعته. لماذا سمح الله بأكل اللحم بعد الطوفان؟ ولماذا لم يتركهم الرب نباتيين؟ ربنا سمح لكن ما ألزمش. ما زال في ناس تحب تعيش نباتيين، يعيشوا نباتيين كل واحد براحته، لكن ما عادش محرم. فما نستطيعش ان احنا نحرم حاجة حلها الله او العكس. هل لأن الله إله نظام ممكن يرفض حد لمجرد النظام، زي مثلا زي عمه اللي كان عايز يقعد في المحاضرة الأول وحضرتك رفضت، أم لمجرد نظام؟ لا، هو مش مجرد نظام، ده منهج بندرسه ونمتحن فيه، والمكان محدود لمجموعة معينة بتدخل بغياب بحضور بغيره بمتابعة. فطالما حصصنا حاجة لفئة معينة بتبقى يعني اللي يحضر فيها الفئة معينة، زي انتم ما بتدرسوا في أي مكان في الجامعة أو في المدرسة، مين اللي بيحضر؟ طلبة بس على أساس يعني درستوا حاجات قبل كده، على أساسها بيبقى دراسة منهجية. ففي الاجتماعات العامة، في اجتماعات عامة ممكن يسمح بها للكل، وفي اجتماعات متخصصة لا يسمح بها إلا للإيه؟ للخاصين بيهم. يعني سيدنا، أنا كل ما حد بيتكلم عن الأيام الأخيرة وعن المسيح الدجال بخاف قوي، أعمل إيه عشان أتخلص من الخوف؟ الواحد كل ما بيكون مستعد ما بيخافش. المحبة الكاملة، محبة الله يعني، تطرد الخوف إلى خارج. ما المقصود بالارتداد العام؟
إن في نسبة كبيرة من الناس هترتد عن الإيمان بربنا أو الإيمان المسيحي بالصورة السليمة. في واحدة بتتكلم على شابة من طائفة أخرى تقدم لها وكده، لا يقبل إلا لو بعمل انضمام، وانضمام حقيقي عشان الأولاد في المستقبل ما يبقوش مشتتين من كده وكده، والزواج وحدانية، فمفروض بيكون واحد في كل حاجة. ما ينفعش واحدة تبقى صايمة وهو يقول مش هصوم، أو العكس يعني الولاد لما يجوا هيصوموا ولا ما يصوموش مثلا، زي حاجة بتاعت النهاردة، وهكذا في طقوس كتيرة. يا سيدنا، القدام الإنجليين ليهم دراسة في الإنجيل مستمرة، ليه ما عرفوش يفسروا الإنجيل زي ما فسرته الكنيسة الأرثوذكسية؟ التفسير أحيانا بيبنى على العقيدة يا أولاد، حسب العقيدة بيكون اتجاه التفسير إزاي، ودي أهمية العقيدة الدينية في كل حاجة. فلما يكون في عقيدة في اتجاه معين تلاقوا الفكر يروح لما يتوافق مع العقيدة. هل المسيحية تؤمن بالحسد؟ في حسد الشيطان طبعا، بنقوله في الصلاة، لكن حسد كده اللي يبص الحاجة ويحسدها مجرد النظرة، يعني ولاد ربنا ما يتأثروش بالحاجات دي. وإن كان شعبيا في ناس بتفضل تاخدها بترياقة وفكاهة، ومع الفكاهة أحيانا بتاخدوها كأنها جد. سمع صوت يعني في حد، وفي أحيانا الشيطان يتدخل يا أولاد عشان يفسد العلاقة بين الناس وبعضها، ولا سيما أقرب الناس لبعض. ده مرة واحدة ما كانش عندها أولاد، فجت تقول لي بتتألم جدا لما يكون عند حد وعنده أولاد، بتقول لي بيخبوا أولادهم منه، يخاف أشوفهم. ما انها بتحبهم يعني، بتحب تشوفهم وكده، ويجي ممكن عدو الخير ممكن يعمل اي حاجة، طفل يمرض، حاجة تتكسر، حاجة يعمل حاجة عشان يشكك ان اشوفه هدول كانوا هنا حصل كده، فيفسد المحبة بين الناس وبعضيها، او حاجة جت. فمش كل حاجة يا ولادنا يعني، في حاجات في الفكر ده تخلينا نفقد المحبة مع أقرب الناس لينا، ويكون بحسب الشيطان كده يشوف بيحبوا بعض فيعمل حاجات عشان يفسد المحبة، والناس يقول من العين، كأن بيطلع أشعة من العين كده يعني، هي وإن كان في ناس بتحكي حكاوي أحيانا يعني كده يعني، ده يحكى كان حكاية زمان يحكوها، الواحد متضايق من واحد تاني أغنى منه أو يعني في حاجة، فكان في واحد مشهور إنه يقول لك عينه صعبة، عينه تفلق الحجر، واللي عينه تفلق الحجر ده كان كبر ونظره ضعف شوية، فراح يأجره عشان يحسب له
الحد. قال له شوف يعني في عايزك تحسن للراجل ده عنده مواشي كتيرة قوي. قال له طب انا مش هعرف اميزه، اول لما تشوفه جاي من بعيد شاور لي عليه وانا ابص ايه عليه عشان احسبه. فالمهم جم وقفوا في مكان كده من بعيد ودوكها لمحهم، لمحه جاي من بعيد وبيقول له اه هم اللي هو اللي جاي هناك ده بالمواشي بتاعته. فراح بص له كده قال له ياه وشايف لغايه هناك. فعيني. طبعا دي حكاية قد تكون نكتة لكن يعني بتحكى. فلما قال له كده يعني، لكن في كل الأحوال يا أولاد حتى لو الشيطان بيحاول يفسد بالصورة ده، هي بالإيمان وإن نرشم الصليب ما يبقاش في حاجة تأثر علينا. في سؤالين في لشخص واحد. في بعض الأنظمة الغذائية يكون اللحم أساسي في الفطار والعشاء والغداء كمصدر للبروتين، فكيف في الصوم نحصل على البروتين؟ لا، في بروتين نباتي، بس خلي بالكم هي المشكلة في الأحماض الأمينية. البروتين النباتي أفقر في الأحماض الأمينية، لكن في ميزة تانية نتغلب عليها لو ننوع أنواع البروتين النباتي. فممكن نستغنى عن اللحمة لأن في ناس عايشة نباتيين، لكن أحيانا في سلوكيات غير واعية في الغذاء هي اللي ممكن تعمل المشكلة ده. يعني في ناس ممكن عايزين يعني يأكلوا فيروحوا جايبين فول وطعمية وبصار، كلهم فول حتى لو تعددت أشكاله فول، لكن ممكن لو عدس مع فول، لوبيا، حاجة زي كده، فاصوليا. يعني العدس غني جدا بالبروتين، فلازم يكون في تنوع في البروتين وفي وعي صحي، ما اجيبش كله صنف واحد بس باشكال مختلفه، لا اجيب اصناف مختلفه. السؤال الثاني بيقول كيف يعطى الله سلطه للشيطان على الابرار والقديسين ليضلهم؟ هل الله هكذا عادل؟ ربنا ما ادالوش السلطه، هو اداله الفرصة ليغري، لكن ما زالت الإرادة حرة للإنسان. الشيطان لا يلزم أحد، الشيطان لا يلزم إيه أحد، اللي مش عايز خلاص. في سؤال بيقول ما معنى الآية الرب قناني أول طرقه من قبل أعماله انظر قدمه؟ هنا الحقيقة بس محتاجة شرح شوية، دي عن الثالوث القدوس
الآب والابن أو الكلمة. يعني احنا خدنا في الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس أو الكلمة، يعني وهو العقل الله الناطق، يعني منذ البدء أو منذ الأزل الابن والآب واحد في الجوهر، ما كانش في وقت. هنا يقول منذ ايه؟ من قبل أعماله، منذ القدم، من قبل ما تتخلق الدنيا دي كلها، من الأزل والابن واحد مع الآب في الجوهر. يعني ما كانش في وقت الأب موجود والابن ايه جه بعد. وده باختصار شديد. لا يوجد مكان مخصص في المدرسة لإعطاء مادة دين المسيح إلا مكان يوجد فيه مدرسين غير مسيحيين. أنا مضطر لذلك، ماذا أفعل؟ أدي في هذا المكان أم أخرج بالأطفال لملعب المدرسة؟ أرجو من يفتك إرشادي. لو المكان اللي بره مناسب مفيش مانع، لكن لو مدرسين موجودين طالما هادين مفيش شوشرة وتقدري تشرحي والأطفال يسمعوا كويس ويتعلموا، مفيش ما يمنع. يعني التعليم الدين لا نستحي بها، التعليم جميلة وسامية وحلوة. يقول لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. التعليم المسيحية تعليم مشرفة وسامية وراقية، لكن الفيصل هنا الشوشرة والهيسة. هل وجودهم بيتكلموا بيشوشروا بيبقى فيه صوت يعيق تركيز الأولاد أو الأطفال في السماع ولا لا؟ لكن مش عشان وجودهم أو عدم وجودهم، ده حتى لو مسيحيين، هل الوجود ده معيق ولا لا؟ لو مش معيق ما فيش ما يمنع، لكن لو معيق ده يبقى وضع تاني زي ما بنقول كده. طيب نحتفي كده، عشان كده خلصنا الأسئلة كلها. اتفضلوا نصلي.